الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أخانا الشيخ الفاضل الداعي إلى منهج السلف الصالح الوسطي الشيخ سالم ابن سعد الطويل وفقه الله تعالى له جهود مباركة تذكر فتشكر، فهو ممن عرف بجهوده الخيرة ومؤلفاته القيمة وردوده على أهل البدع والأهواء ومواقفه المباركة تجاه ما يجري في الساحة، وهذه جهود لا ينكرها إلا مريض أو سفيه. وإنني أؤكد على أن الحملة الشرسة التي يقوم بها البعض وللأسف على هذا الشيخ الفاضل، هذه الحملات المسعورة جديرة بأن تفند وأن يرد عليها وأن يبين لأصحابها خطأ المنهج الذي يسيرون عليه. وخلاصة القول أن أولئك الذين يشنون الحملة على الأخ الشيخ سالم ينطبق عليهم قول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وأقول لهم أيضا: أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وجميع المسلمين، ولا سيما الدعاة إلى منهج السلف الصالح، لكل خير، وأن يقيهم كيد الأشرار وعبث الحاقدين والحاسدين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.